أغاني كاملة من السودان. لحد 2020 كنت إنسانة طبيعية عادية. فجأة في 2020 اكتشفت إنه أنا مريضة بالسرطان. بدأت معركتي مع السرطان. عملت عملية وأخذت 6 جرعة. بعدين عافيت. رجعت لحياتي الطبيعية والعادية وأمارس الحياة في حياتي بصورة طبيعية. لكن فجأة اكتشفت إنه تاني رجع. فبقى قدامي خيار إنه أنا مفروض أسافر عشان أنهي المرض ده تماما. فكان قدامي خيار إنه أنا أجي الهند. ليه؟ لأنه الهند أصبحت مشهورة بإنه بتعمل عمليات ما في أي مكان تاني في العالم عن طريق مكتبنا في السودان والمسؤول منه محمد الطيب. أداني خيارات. كان الخيار بتاع مانيبال هوسبيتال هو أفضل خيار. فعلا لما جيت اكتشفت إنه فعلا مانيبال هوسبيتال هو أكثر مستشفى فيه احترافية في العمل. من أول يوم جيت قابلت الدكتور شوبم جين اكتشفت إنه غير إنه هو طبيب محترف إنه هو إنسان بيتعامل مع المرضى على أساس إنه هو أصدقاء. وفعلا حسيت إنه أنا في أيدي أمينة. عملت العملية يوم 25/6. دخلت عناية مكثفة 4 أيام. طلعت الغرفة اكتشفت إنه كل المستشفى بتعامل بمنتهى الاحترافية في كل شيء. حسيت إنه أنا آمنة وإنه فعلا المرض حيزول مني. والحمد لله عملتي نجحت بنسبة 100%. عشان كذا أنا ما قادرة يعني أعبر عن سعادتي بإنه أنا جيت مستشفى يفترض إنه يكون مستشفى عالمي، ما بس في الهند، في كل العالم. لأنه الإصطافة في المستشفى وحتى الإدارة بدءا من دكتور شوبم جين وانتهاء بالهاوس كيبر، ناس في منتهى الاحترافية، في منتهى الاحترافية بيعملوا العمل بدقة تامة. وأنا من هنا بوجه شكر لكل زول ساعدني، وبالذات مهيلم لأنه كان أفضل إنسان وقف معاي وساعدني. شكرا لناس المستشفى. Amani came to us with complaints of a recurrent cancer which originated from her ovaries. She had previously undergone a surgery to deal with the ovarian cancer a few years ago, and now she had come to us with a recurrence in the abdomen. We evaluated her case and we offered her a cytoreductive surgery along with the high-pec chemotherapy. The surgery was intended to just remove the disease from her body and in addition to that administer some chemotherapy that would give more effective control to the cancer and give a better quality and survival to the patient. She recovered from the surgery very well and she is now completing her chemotherapy. Thank you.